مساء الجمال أعزائي المشاهدين، زي ما عودناكم سر جمالك في اختياراتك، انك تختاري حد متميز يقدر يظهر لك جمالك. عشان كده معانا المتميزة الأستاذة جين مع حضرتك، عاملة ايه يا استاذ شيماء؟ ومعانا الأستاذة هبة، ازي حضرتك؟ أهلا بيك. أهلا بيك. ومعانا الشيف المتميزة أستاذة سحر. اشرحي لنا بقى أستاذة سحر، إن شاء الله هتعملي لنا إيه النهاردة وهتسعدي بيه الجماهير بتوعنا أو المشاهدين من برنامج سر الجمال؟ إن شاء الله بإذن الله هنعمل طاجن لحمة، وهنعمل بفتيك، وهنعمل بيكاتا بالمشروم شوز. تمام. أستاذة هبة هتسأل حضرتك بقى، إحنا عايزين نعرف الست تعرف سر جمالها إزاي؟ اهلا بيك يا استاذه شيماء. اهلا بحضرتك. احنا عندنا عايزين نركز اكتر حاجه النهارده على العروسه. تمام. احنا داخلين على وقت الناس بتتجوز فيه وكده، واحنا كمان دلوقتي في فصل الصيف فبيكتر فيه الافراح وكده في الاجازات. فعايزين نعرف بقى التجهيزات المفروض العروسه تعملها، بتجيلك قبل الفرح بفتره قد ايه؟ ايه الحاجات اللي انت بتنصحيها تعملها علشان يوم الفرح تكون مرتاحه؟ تمام. العروسه اهم حاجه تحطي في اعتبارك ان هي حاطه الكمامه، يعني اكيد الكمامه اساسيات. اكيد اكيد. بصي، عندنا في البيوتي سنتر العروسه بتيجي قبلها بشهر او شهر ونص، بتبتدي تسال ايه الجلسات اللي عايزه تعملها. يعني لو بشرتها مجهده فبنعمل لها جلسات للبشره. طب ثواني، يعني هي دلوقتي يا جماعه قبل اي حاجه لازما انا مش بحب الموضوع يبقى مجرد ميك اب انت بتحطيه وخلاص، لا لازم متابعه. طب لو هي عندها مثلا حبوب او عندها التهابات في بشرتها تعمل ايه؟ في عندنا جلسات تنظيف بشره بتخلي البشره نضره، وبتساعد على ان هي ما تطلعش اي حبوب او اي حاجه في خلال الفتره لحد الفرح. يعني ده حاجات شخصيه لازم هي تعملها كمان كل يوم. يعني الميك اب ارتست مش ساحر. بالظبط. ميك اب ارتست لازم تقعدي فتره معينه عشان تقدر تعمل لك اعلى شغل. بنسجل على اول حاجه ايه؟ احنا حضرتك بنعالج البشره مش بنخفي عيوب. بمعنى انت حضرتك دلوقتي بتجيلها الاول عشان تظبطي، عندك مشاكل حبوب، عندك مشاكل التهابات، عندك الكلام ده كله، لازما قبليها فتره. طيب في حاجه تانية برضو بنشوفها كتير بصراحه، حاجه يعني غريبه جدا، ساعات تلاقي العروسه مثلا وشها فاتح قوي وجسمها لون تاني. يعني دايما العروسه السمراء بتبقى اغلبهم يعني بيبقوا عايزين ان هي تفتح لون بشرتها، فهل ده صح ولا لا؟ يعني المفروض ان العروسه تختار الفاونديشن او الميك اب ارتست تختار لها الفاونديشن على اساس ايه؟ بحيث ان هي ما تفرقش لون بشرتها عن بتاعت وشها عن ايديها وعن جسمها. الميك اب ارتست بتختار درجه الفاونديشن على لون البشره. يعني ما تبقاش فاتحه، لو بقت فاتحه هتغير من شكل العروسه. فاحنا بنختار درجه تناسب لون العروسه عشان تبقى موحده كل ايديها ووشها ورقبتها. وفي حاجه كمان لازم نوجهها لكل البنات، الموضوع مش ان بشرتك تبقى بيضه او سمراء. على فكره احيانا جدا بيبقى فعلا السمار نص الجمال، لكن لما تيجي تحولي حضرتك انك تحولي السمار ده لبياض، انت كده غيرتي وممكن تخسري جزء كبير من جمالك. الجمال يا جماعه مش انك تكوني بيضه او سمراء، صح. انت الجمال انك تكون وشك لايق مع شعرك، مع الشكل بتاعك. وبنشوف جميلات جدا وملكات جمال وسمر. السمر مش ده المقياس انك تقولي لا دي سمرة تبقى وحشه، لا طبعا. لا، ممكن سبحان الله ربنا مدي كل واحد فينا طبيعه معينه هي السبب في جماله او في قوته، اللي هي ايه؟ اللي هي الشكل بتاعه التوتال. هو الموضوع مش بشره بس، لا، البشره لايقه مع العين، لايقه مع المناخير، لايقه مع الشفايف، لايقه مع لون الشعر، التوتال كله. انت حضرتك بتحطي بس جزء بسيط من الجمال اللي هو البشره، لا، التوتال كله عامل ايه؟ وده لازم تحطيه في بالك، لازم يكون عندك ثقه في جمالك. انت ممكن، وحاجه كمان برضو بنشوفها كتير، انا عايزه ابقى زي فلانه. حضرتك انت ممكن تعملي نفس الميك اب بتاع فلانه وما يليقش عليك. مظبوط. كل طبيعه بشره مختلفة. عايزين بقى نعرف من حضرتك ده دلوقتي انت بتتعاملي مع طبيعة البشرات ازاي؟ يعني دلوقتي مثلا بشرة زي اللي معانا دي، دي مش بشرة يعني مستطولة، غير بشرة حضرتك مثلا اللي هي القمرية، ده بيفرق ازاي؟ ايوه. وبرضو عايزين نوجه عناية المشاهدين، احنا ليه قلنا سر جمالك في اختياراتك؟ الميك اب ارتست هي عبارة عن فنان بيشوف شكلك لما يكون خدودك مثلا قصيره شويه، المناخير قصيره شويه، تفصيله العين، هو بيرسمك رسم بجد. ف
فانا عايزين حضرتك بقى تقولي لنا لما بيجي لك حد بتعملي معاه ايه؟ بص، لما بيجي لي العروسه بحدد اي الوان هتليق عليها من خلال بشرتها، يعني سواء اللون او مدوره او بشرتها بالطول، بحددها وبختار على اساسها الالوان وايه اللي يليق عليها والشكل النهائي كله. من يعني ده لاي حد عايز يبقى ميك اب ارتست او يختفي في مجال التجميل. هو يا جماعه مش موضوع ان حضرتك تمسكي الوان وتلوني، لا خالص. بالظبط، الموضوع كله في ايه؟ انت حضرتك بتشوف الشكل العام بتاع الوش عامل ازاي. طب ايه اللي هيفيد العين دي لو بقت باللون ده هيبقى الشكل عامل ازاي؟ انت فنانه بترسمي. عشان كده يا جماعه انا بكره جدا، انا من مناصرين سوق التجميل في مصر او التجميل في مصر، وحاسس ان هو اتظلم. عشان كده عملت البرنامج. ارقى واقوى ناس هم الناس بتوع التجميل. ارقى، احنا بره بيبقى في بنت رئيس وتشتغل في التجميل، ايه المشكله؟ ليه هنا في بعض من الجهله اللي مش فاهمين بيقولوا ان بتاعت التجميل دي لازم أن تكون كذا او كذا او كذا او كلام فاحش؟ لا خالص، على فكره دي ارقى انواع الناس هم بتوع التجميل. ده كفايه ان هي بايديها اللي تلف في حرير بتحول الشخصيه لحاجه تانية خالص. مظبوط، هي لها تحويل، لكن بعد كده لما تغسل بقى انت وحظك بقى ده مش تبعنا. احنا بنعمل لك في الاول بس. كنت عايزه برضو اعرف منك، هل العروسه بتيجي قبل الفرح ممكن تعمل تيست كامل للميك اب عشان تقدر يعني تشوف هل اللوك ده هيبقى مناسب ليها او لا، الالوان اللي هي عايزاها، يعني بتيجي تعمل تيست كامل للميك اب قبل الفرح، ولا هي بقى بتيجي كده يوم الفرح وبتعتمد على ذوقك؟ لا اكيد طبعا بتيجي، لو عايزه تعمل تيست بتيجي بتعمل تيست وبتشوف ايه الدرجات اللي هي عايزاها وايه اللي يليق عليها، بتختار معانا وبنشوف ايه الصح وبنعمله، وبرده بنحدد، بنشوف بشرتها عايزه تنظيف جلسات او لا، بنحدد كل ده لما بتيجي. تمام. في حد من اصحابي يا جماعه جاب لي فيديو، طبعا انا معروف في وسط اصحابي ان انا بتاع التجميل يعني، فبعت لي واحده سمراء وبتشرب سجاير وبتعمل الدخان وش الفلان، فبيقول لي ايه ده؟ فبقول له ده التثبيت، هي بتثبت الميك اب بس بطريقه مانوال شويه. ايوه، انت حضرتك دلوقتي بغض النظر ان انت ما بتشربيش سجاير يعني او ما بتعمليش الموضوع ده، هي دلوقتي كل حد لما بيحط بودره كتير بيبقى مرعوب، خايف البودره دي هتتشال، حد بس يعني حد بس من اصحابها يعني والكلام ده كله، البودره اتشالت. أيوة. فبتبقى مرعوبه من الموضوع ده ان يبقى وشها لون ولون او الكلام ده كله، لان بيبقى ده يعني اليوم ده بيبقى بالنسبه للست يعني يوم احلى يوم في عمرها، فلازم تبان باحسن طله وباحسن شكل. فهي بتبقى خايفه من ان الحاجه تتثبت. الحاجه دي تثبتها ازاي بس من غير طبعا سجاير والكلام ده؟ أيوة. بص، هو الموضوع ده بيختلف من البراندات. البراندات هي اهم حاجه، لازم كل البراندات اللي معاكي تبقى براند ايه، كل الادوات اللي هتستخدميها تبقى براند ايه، هي دي اللي بتفرق جدا في الشغل، بتخليه حلو، يا ما يحصلوش اي تشققات، ما يبقاش فيه اي البشره تشرب الميك اب، كل ده بيختلف من البراندات، لازم تكون البراندات نظيفه جدا. طيب عايزه برضو اسال حاجه في موضوع تثبيت الميك اب ده، يعني ده في بشرات معينه ما بتتقبلش الميك اب انه يقعد فتره طويله، وفي بشرات تانية لا، ولا انت في طريقه معينه ممكن تثبتيها لاي بشره؟ لا بصي، هو في قبل الميك اب بيبقى في تجهيز، بنجهز البشره، يعني البشره الدهنيه ليها حاجات والبشره العاديه ليها حاجات، والبشره الجافه ليها حاجات تخليها مثلا ما تطلعش دهون او عرق او اي حاجه. مزبوط. كل بشره ليها حاجه تستخدم. تمام. عشان كده انا اول ما قلنا سر جمالك في اختياراتك. تمام. مش سر جمالك في انك تطلعي ذكيه وانك جبتي اقل سعر وانك ما جبتيش مش عارف ايه. يا استاذه كوني متخيله 100% مفيش متخصصه هتدفع لك من جيبها، حضرتك جبتي حاجه رخيصه هتديكي جوده رخيصه. وانا من وجهه نظري ان احنا عشان احنا ما عندناش ثقافه تجميل، يا استاذه احنا بننصح حضرتك الافضل لا تعملي حاجه متميزه تبين جمالك بطريقه كويسه وعاليه، لا اما ما تعمليش. ليه بقى؟ انت حضرتك دلوقتي لما تستخدمي منتجات وحشه او منتجات مش كويسه ايه اللي بيحصل؟ لا، البشره ما بتبقاش كويسه، ما بتديش نفس الايفكت للبشره اللي بنعمله،
بالميك اب البراند نظيف؟ لا ما بيبقاش كده خالص، لاننا برضو ما عندناش ثقافه تجميل، واحنا عاملين البرنامج ده عشان ثقافه التجميل في الاول وفي الاخر. ليه ما عندناش ثقافه تجميل؟ احنا حضرتك دلوقتي عندنا مثلا الميك اب بيبوظ البشره، لا حضرتك الميك اب ما بيبوظش البشره، حضرتك نوع الميك اب اللي انت حطاه هو اللي مبوظ بشرتك. طريقه حفاظك على بشرتك عامله ازاي؟ هو حضرتك مش لازم انا على طول حاطه ميك اب صبح وليل، لا حضرتك في وقت تكون انت موجوده في البيت ماسكات لازم تدلع نفسك بقى. التجميل هو اختيارات، هو ان حضرتك عملت ايه. الستات، وده برضو حاجه ماخوذه، مالناش دعوه بالرجاله، الرجاله كده كده ما بيعملوش في الحاجات دي خالص، خلينا في الستات. لا خالص، احنا بس هو الصابونه والحموم الست بس مش الراجل. على الراجل ده اكيد لازم يحصل، يعني اقصى امنياتنا هو الواحد يستحمى وشكرا. لكن الست ربنا خلق دايما الست هي رمز الجمال، فلازم تكون بابهى صوره. بس للاسف الشديد بعض من الستات، مش كل طبعا، احنا انا ضد التعميم، بعض من الستات ما بتعرفش تحافظ على جمالها. ازاي؟ لما تيجي تجيب موبايل تجيب احلى واكبر ماركه، لما تيجي تعمل شعرها تنقي ارخص حاجه. طب ازاي؟ لا هو يعني من غير ما اقطعك، يعني هو في ناس بتهتم، يعني في ستات بتهتم اكتر بانها تظهر جمالها بالميك اب قبل ما تكون يعني اساس تمام. بشرتها كويسه. تمام، عملت الميك اب حضرتك. الميك اب اولا يا جماعه هو مش يعني مش بيعالج العيوب بالظبط، ده بيخفيها مؤقتا بالظبط بشكل مؤقت. عشان كده لما قالت الاستاذه في الاول قالت ايه؟ لازما حضرتك تعملي ايه؟ تظبطي بشرتك في الاول. تنظيف دايما. ليه 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 تخفي؟ طب ما تظبطيها ما دام في حاجات، ما دام في متميزين زي الاستاذه شيماء. لا حضرتك اختاري المتميزين. تمام، طبعا التليفونات والعناوين موجوده، الاستاذه شيماء والمكان بتاعها والكلام ده كله، اختار المتميزين لو عايزه تعملي سر جمالك. واكيد طبعا لما تكون البشره مجهده انت ما بتطلعش طبعا بنتيجه كويسه قوي زي اكيد لو البشره من الاساس هي مهتمه لازم العروسه بتتابع قبلها بشهر على الاقل يعني. اكيد صح. بمناسبه بقى ان البنات كتير قوي بسم الله ما شاء الله، يعني استاذه هبه تلاقيها الساعه 2 3 بقى موجوده، عندها شغل، عندها مسرح، بسم الله ما شاء الله تلاقيها لغايه 5 الصبح. من وجهه نظرك يعني الاوقات قد ايه نوم؟ يعني انت لما تيجي تنصحي دلوقتي عروسه تقولي لها ايه؟ يعني دلوقتي انت داخله دلوقتي على جواز، فعدد نوم قد ايه؟ أيوة. تعملي ايه؟ تظبطي ايه؟ التوتر الكلام ده كله بتقولي لها ايه بقى؟ لازم العروسه يعني اقل تنام 8 ساعات في اليوم، ده حلو قوي علشان بشرتها ما تبصش. تشرب ميه كتير طول الوقت، تشرب ميه كتير وتنام كويس، اكلها يبقى خضروات عشان برضو بشرتها تبقى منوره ونادره دايما. واللوك يبقى حلو في الفرح، ده هيفرق كتير طبعا. الكلام مع سويا شيماء ما نخلقش منه، فاحنا ان شاء الله هناخد فاصل ونرجع لكم. استنى. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل مع سويا شيماء اللوك اللي هي عامله لنا النهارده، ومعنا سويا شيماء تشرح لنا بقى اللوك على الاستاذه. اسم حضرتك ايه عشان مكسوفه؟ استاذه اسماء. اتفضلي بقى هتقولي لنا، اشرحي لنا بقى اللوك ايه دنيته وكل حاجه.
احنا عاملين لوك سواري، هنحوله بقى يعني يبقى لسهره بالليل، علشان يعني اللي بالليل يعني ده الفرح الصبح، احنا هنحوله بالليل يبقى مطرقع كده شويه. يعني اللوك ده ينفع لعروسه او حد رايح فرح بس بالنهار؟ بالظبط. احنا بقى هنخليه كده فيه جليتر كتير وحاجات حلوه، بيكون لبالليل بقى. ايوه بقى احنا عايزين نفهم الموضوع بجد، لان حاجه مهمه جدا. ايه الفرق ما بين اللوك اللي بتعمل الصبح وايه الفرق بين اللوك اللي بتعمل بالليل؟ ده لوك الصبح، ورينا بقى لوك بالليل. هنحط بس ده لوك الصبح الفرح، مش لخروجي طبعا. هنحط اي شيدو بس هو شمر شويه، هنحطه فوق العين الدرجه تفتح شويه اللوك اللي معانا. ايه حاجات بسيطه قوي هتخلي الشكل مختلف. طب ممكن اسالك بقى كده وانت بتشتغلي عشان نفيد الناس اكتر قدر ممكن؟ يعني كنت عايزه اسالك حاجه، لما بتكون ساعات حد مثلا عينه ضيقه او واحده عينيها واسعه، ساعات في ناس بتعمل ميك اب للعينين، العينين بالذات اكتر حاجه بيبان فيها ان الميك اب مش مظبوط، فممكن تقولي لنا يعني احسن حاجه ممكن تعملها البنت اللي عينيها ضيقه مثلا، وحاجه ثانيه للبنت اللي عينيها واسعه؟ بصي، البنت اللي عينيها ضيقه بتحط جوه عينيها يبقى كحل ابيض، ده يستحسن يعني بيوسع العين. وبعدين كمان الرموش اللي هتحطها بتتحط في الاطراف بس، مش الرمش كامل على بعضه. ده لو عينيها ضيقه، ده لو عينيها ضيقه في الاطراف، العينين الواسعه حتى الماسكارا بتبقى في الاطراف. اما البنت اللي عينيها واسعه بتحط من جوه اسود، كحل اسود عشان يضايق عينيها شويه ما تبقاش جحس قوي. والرموش بتبقى كامله والماسكارا بتحطها كامله برضو. تمام. دي حاجه برضو مهمه جدا يا جماعه. العين انا من وجهه نظري ان هي نص الجمال، نص جمال الوش. ان قدرتي تعرفي اسرار العين دي وتظبطيها صح، خلاص انت الوش ده اتظبط كله. طب حضرتك دلوقتي وفي حاجات برضو احنا عايزين نسال حضرتك دلوقتي، هل ممكن هي يعني بتتعامل معاها ازاي في موضوع العين ده؟ يعني هي مثلا بتجيلك تعمل تيست او الكلام ده قبل بقد ايه؟ وهل تيست بس الميك اب ولا تيست مثلا هيتحط معاها برضو طبعا اللينسز دلوقتي يا جماعه بقت شيء قوي جدا، او بقى حاجه بتاخد حق البنات جدا، هي عايزه كل مره تبان بشكل مختلف، فتعمل بغض النظر عن في لينسز كده انا نفسي بخاف منه اللي هو ايوه معروفه الالوان بتبقى فاتحه قوي زياده عن اللزوم، فاتحه قوي دي بتبقى تخوف. انت بقى لما يجي لك واحده او حتى فرح بتقولي لها ايه بالنسبه للعين بقى؟ يعني تجي لك امتى؟ هتعملي تيست ازاي؟ الكلام ده كله. لو مثلا هتعمل تيست بتيجي قبلها باسبوعين، نبتدي نعمل تيست ونشوف ايه الدرجه اللي هتليق على عينيها مثلا اللينسز. لازم درجه قريبه من الوش، ما ينفعش حاجه تبقى في اوفر قوي، بتبقى درجه مناسبه طبعا. لون البشره بيفرق طبعا اكيد. لو انت بتختاري معاها اللينسز برضو بتظبطيها على حسب الوان الميك اب. طب سؤال بقى ليا، هو حضرتك لو جالك واحده لابسه تايجر دي نعمل لها حاجات حلوه تايجر. قوي التايجر ده له حاجات معينه وناس معينه ولا هو ايه نظامه؟ اكيد طبعا، عشان ده التايجر ده بقى شغل تاني خالص الفتره دي، وما بنتكلمش عليك انت عارف نفسك. لا والله خالص. طيب واحنا معانا صور على الشاشه دلوقتي لشغل الاستاذه شيماء، وهنعرضها وهنعرض برضو وهي بتشتغل عشان نعرفكم قد ايه بجد الاستاذه شيماء شغلها قوي. الصوره معاكي معانا على الشاشه دلوقتي يا استاذه شيماء، ممكن تعلقي على الصور اللي على الشاشه؟ تمام. الفرح ده لوك عروسه كان حلو قوي، كانت هادي قوي، هي طالباه هادي برضه. من الحاجات الحلوه اللي بنلاقيها في شغل استاذه شيماء ان هو اغلب شغلها بيبقى هادي مش فايق قوي. انا بحب كده قوي، ما بحب ابرز الملامح بس مش بحب اغير شكل العروسه. لو شكلها اتغير كده هتبان مش طبيعيه خالص، لان في معظم ميك اب ارتست بيغيروا شكل العروسه تماما. لا والخضه برضه نراعي، بيخلوهم كلهم شبه بعض. رجاله برضه يا جماعه، والخضه فعلا صعب. اصحى الاقي حد تاني جنبي. بص هما بيخلوهم كلهم شبه بعض، يعني انا بحب ان انا ابرز ملامح الواحده، كل واحده بلونها صح وبملامحها وبتطلع حلوه. مين اللي مصور مع حضرتك؟ فين؟ كان مصور دلوقتي استاذ شريف ده. اخويا شريف عبدين. طب بصي حضرتك انت بقى ممكن ايه تكملي لنا اللوك، وانا هسالك اسئله سريعه كده علشان نفيد الناس بالاسئله بتاعتنا.
كنت عايز اسالك بقى، احنا دلوقتي طبعا في فتره الصيف وانت عارفه في بحر وفي وفي بيسين، واصلا درجه الحراره عندنا عاليه جدا وفي رطوبه كمان في الجو، فيعني ايه الحاجه اللي ممكن نعملها في الصيف تحافظ لنا على بشرتنا؟ في الصيف يعني نتجنب الشمس، دي اهم حاجه، ونشرب ميه، يعني بلاش مصايف كده نروح نغرق نفسنا في الشمس، يعني بهداوه كده برضو. كريمات لازم، ترطيب، كريمات سواء طبيعيه او من اي ستور. طب ممكن تقول لنا ماسك او اتنين كده برضو الناس تكتب علشان تبقى تمام، حاجه يعني تفيد البشره في الصيف، ترطبها وتخليها بعد يوم طويل بقى شمس مثلا، ممكن حاجه تتعمل بالليل كده ماسك كده يرطب البشره قبل النوم عشان تصحى بشرتها نضره. تمام، هو في حاجه مشهوره جدا وكله بيعملها، ماسك الزبادي، زبادي بالعسل، حلو قوي، يعني هي معلقه زبادي على عسل بميه ورد بتبقى الدنيا حلوه كده، بيبقى جميل بصراحه وهمي. وفي ماسك تاني اللي هو الترمس، الترمس يعني بميه الورد برضو تحفه، يعني ما دام شيماء دلوقتي يا جماعه الموضوع مش 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 انك تتكلفي، يعني الزبادي والعسل ده حاجات طبيعيه جدا، حاجات طبيعيه وحاجات سهله جدا، يعني تتكلمي في مبلغ قليل. طب انت ممكن بس تقولي لنا تاني المكونات بتاعه الماسكين دول علشان لو الناس حابه تكتب وراكي ولا حاجه. العسل معلقه صغيره وبسيط قوي من العسل، يعني الترمس معلقه عسل ومعلقه ترمس، الترمس برضو تمام، والماسك وميه التاني ورد، وميه ورد قليل كده، وبتحطوا 10 دقايق او ربع ساعه كتير قوي. تمام اوكي. وفي الزبادي بالعسل برضو، معلقه ومعلقه، معلقه عسل معلقه زبادي من غير ميه ورد. تمام تمام، حضرتك كده خلصتي؟ تمام انا شغاله اهو ببدا في. كنت عايزه اسالك برضو حاجه تانية، احنا اتكلمنا عن العرايس بقى شويه حلوين، فعايزه اسالك بقى عن لو مثلا البنات الصغيره اللي هي لسه بادئه تحط ميك اب مثلا بعد مرحله يعني بعد المدرسه بقى وداخلين الجامعه جديد وكده، تنصحيها تحط ميك اب ايه الصبح؟ لان بنشوف ساعات بنات رايحه الجامعه كانها رايحه فرح. لا ده فايه الحاجات البسيطه قوي اللي هي ممكن تحطها تخلي شكلها طبيعي وما تكبرهاش؟ احنا بنشوف ناس اوفر اوفر. أيوة اوفر أكيد، يعني البنات في سن الجامعه ده هو المفروض بيتحط، يعني بلاش فاونديشن والحاجات دي خالص، اي بيبي كده حلو خفيف هادي بيخلي البشره طبيعيه. كل واحده على بشرتها، يعني الدرجه اللي تليق عليها. ده برضو اللي احنا عايزين نقوله للناس كتير. تمام، الموضوع مش انك تحطي ميك اب كتير، الموضوع انك ممكن ميك اب سيمبل صغير، حاجات بسيطه كده تبين جمالك، بس في نفس الوقت ما تعملكيش اوفر، ومش لازم أن تكوني شبه حد، ممكن تمام. كنت عايزه اسالك برضو يعني ممكن نتكلم عن الشعر شويه، لان احنا ظلمناه بصراحه ما اتكلمناش عنه خالص. طبعا بحب الشعر جدا. عايزه اسالك بقى برضو بما اننا في فصل الصيف، لانه اكتر فصل متعب للبشره وللشعر، فعايزه اعرف ازاي يعني بعد البحر بقى والشمس وكده، طبعا الشعر بينشف جدا في الصيف من غير مصيف ولا حاجه. فممكن تقولي لنا مثلا يعني ماسك او اتنين حاجه طبيعيه كده تفيد الشعر وتطريه كده وتخليه بيلمع؟ بصي، هو في حمامات كريم بالبخار في السنتر عندي، يعني بتطري الشعر جدا جميله، ما فيش اي ضرر من البخار. بمناسبه السنتر بقى، ما ينفعش تكوني معانا الا لما لازم نعورك في فلوس. دلوقتي عايزين خصومات وتكون خاصه بسر جمالك. تمام. والارقام على الشاشه يا جماعه، اي حد هيتصل على مدام شيماء قال ان هو سر جمالك هيتعمل له خصم خاص. قول لنا بقى الخصم ده. بص، انا كنت عامله خصم كده 25% للعرايس على الباكج بتاعتها. تمام، يعني هتعجبهم جدا الباكج. الباكج عباره عن جلسه تنظيف اكيد، والشعر برضو جلسه بخار وحاجات تانية برضو البنات بتحب تعملها كده، بديكير، مانيكير، تنظيف. طيب بعد الخصم، وطبعا اتفتحت نفسنا، لازم نشوف بقى الشيف سحر. الشيف سحر معانا، اتفضلي قولي لنا بقى وصلت لايه. وصلنا، عملنا رز اصفر، غلينا الميه وحطينا عليها زيت وكركم وكاري وفلفل اسود، ونزلنا وسبناهم كده على النار يغلوا، وبعدين نزلت بالرز. الرز البسمتي الكوبايه الواحده رز بتاخد كوبايتين ميه. تمام، الكوبايه الواحده تاخد كوبايتين. انا كده خلصت الرز. تمام، هو دلوقتي بيتشرب. عندنا طبق لحمه اللي هو طاجن اللحمه، شوحت بصله معاها فلفل اسود ومعاها شويه ثوم
وهنزل باللحمه هتاخد تشويحه وبعدين هدخلها طاجن في الفرن. تمام لغايه كده يا جماعه الشيف هيفضل معانا طول الحلقه. هناخد فاصل بس وهنشكر استاذه شيماء وشرفتينا ونورتينا في الاستوديو وفي البرنامج واستفدنا منك جدا وبجد من اجمل الحلقات اللي انا عملتها واتشرفت بيكي جدا. هناخد فاصل واستنونا لسه سر جمالك مش موجود في اي مكان غير عندنا. فاصل.
القعدة الحلوة ما تتعوضش، أحلى ما في القعدة لمتها الحلوة، وفي قعدة الدكاترة هنتعلم وهنستفيد، هنسأل ونلاقي الإجابة. كون معانا دكتور أحمد موافي أخصائي الطب النفسي وندى ثروت، وكمان هيكون معانا الشيف دعاء الراعي وولاء عادل، دكتورة أماني أحمد، ودكتورة دينا سرور أخصائي النساء والتوليد. استنونا كل اثنين الساعة 4 مساء. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نتكلم على جزء كبير برضو من الجمال وهو الشعر، مع اتنين متخصصات متميزين جدا في مجال الشعر. معنا الأستاذة همت من الشرقية، أهلا بحضرتك، ومعنا الأستاذة صابرين من أسيوط، أهلا بيكي، ومعنا الأستاذة بسنت هتشاركنا في الحوار. ازيك يا أستاذة؟ وهنرجع بس الشيف صحر عشان نشوف هي وصلت لغاية ايه دلوقتي. اتفضل يا شيف صحر معاكي. احنا كده الطاجن بس شوحنا اللحمه كويس في البصل وحطينا التوابل بتاعتنا، هنبتدي ندخله الفرن. معانا الطبق الثاني ستيك، هناخد قطعه بس بسرعه واوريكم اول قطعه، بنتبلها بملح خشن وفلفل اسود بس. بسم الله. تمام، عبال ما حضرتك تخلصي بس اللي معاكي. اوكي تمام استاذه بسنت، هتبداي بقى الحوار. ماشي يا قلبي. استاذه صابرين كلمينا شويه كده نبذه عن البروتين. البروتين منتج هير ستايل، ده منتج جميل يعني، كله زيوت طبيعيه، بيعالج الشعر المتهالك، بيحافظ على الشعر. بنستخدمه لو شعر فيه صبغه بنستخدمه عادي، ملوش اي ضرر، بستخدم بعديه صبغه. بنستخدم لو حد الزبونه جايه وهتعمل سحب للون، بنعمل لها سحب للون عادي، ونستخدم البروتين، ما بيضرش ولا يهلك الشعر ولا يتأثر. ملوش اضرار بقى على الشعر والكلام اللي بعض الناس بتقوله ده؟ لا لا لا، كلها زيوت طبيعيه في الماده. هنتكلم عن حاجه مهمه دلوقتي اللي هي موضوع كوافير لحد بيتك، وهنسال الاستاذه همت فكره كوافير لحد بيتك ايه رايك فيها؟ هي كويسه، بتوفر وقت العميله، بتوفر وقت المتخصصه، هي كويسه. تمام، احنا هنتكلم باختصار دلوقتي يا جماعه عن فكره كوافير لحد بيتك. احنا دلوقتي بنجمع المتخصصات المتميزين، وبنجمع كمان مواد كويسه جدا نقدر من خلالها ان هنا نوصل ست او نخلي الشعر في ابهى صورته. بنغير فكره موضوع ان البروتين بيعمل تساقط، لا، هو الموضوع ان انت حضرتك بتسترخصي ماده وبتسترخصي المتخصصه اللي تقدر تعملك. عشان كده احنا وفرنا لك من كل محافظه ومن كل مكان متخصصه تقدري من خلالها تعملي ايه؟ تقدري من خلالها تعملي شعرك باحسن صوره، وايه؟ من غير اي مشاكل، وكمان في خصومات وعروض. هتتابع حضرتك دلوقتي التليفونات، و هناخد فاصل بسيط ونرجع لكم عشان نتكلم باستفاضه عن كل الحاجات اللي تخص الشعر. كل ده فاصل وهنرجع لكم تاني.
احنا رجعنا لكم بعد الفاصل عشان احنا كنا في الفاصل بنوريكم كل انواع الشعر اللي هي عمليته الاستاذه همت. بجد تسلم ايدك وتسلم ايدك يا استاذه صابرين. هنتكلم بقى مين اللي شجع حضرتك في المجال وكورسات بقى اللي انت خدتيها استاذه همت الاستاذه صابرين؟ طبعا استاذ احمد جوده كان بيشجعنا في بالنسبه للكورسات بقى. المزاج عشان تشوف مين السؤال ده انا ساله عشان اي واحده فيهم هتقول حد غير استاذ احمد جوده يعرف يحصل فيا ايه وانت بالذات ايوه اجباري. طبعا كورسات مستر محمد احمد عثمان طبعا بندي تحيه لكل حد ساهم في المجال ان هو علم حد بمنتهى المصداقيه وخرج للتجميل ناس متميزه زي الاستاذه صابرين وزي الاستاذه همت ومستر مارك سليمان برضو. لا ده حبيبي ده لا ومستر محمد برضو ده احلى تحيه لمسيو مارك سليمان بجد شخصيه محترمه جدا وانا اتشرفت ان انا اتلمست على ايده يعني انا اتعلمت منه حاجات كتيره قوي وحبيبي بجد يعني. انا بدايه كورساتي كانت فعلا مع مستر مارك يعني اتعلمت منه حاجات كتير ودربنا على حاجات كتير ومستر محمد عثمان والحمد لله يعني تمام. حضرتك بقى ضربت ايد مين؟ نعم ضربت ايد مين؟ مين ضربك؟ مين ضربك عشان ما اضربك؟ لا 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 كتير كتير. طب عايزين نعرف كده الطريقه بتاعت عمل البروتين من الاول؟ من الاول بنجهز الشعر الاول الغسيل بماده معينه عشان نشيل الدهون اللي في الفروه وفي الشعرية نفسها وبعد كده نبدا ننشف هواء نحط الماده ننزل بالماده وبعد كده نبدا برضو لو في لسه فيها نسبه رطوبه يعني مبلول شويه وبعد نشطف نقص شطفه او نستعمل كبس عادي ماشي وبعد كده بقى نبدا ننزل بالكبس. يعني البدايه انك بتعرفي طبيعه الشعر الاول عايز أيوة ايه ومحتاج كل ايه كل شعر وليه درجه حراره هو ده الفرق يا جماعه اللي بيخلي متخصصه بجنيه وبيخلي متخصصه ب10 عارفه طبيعه شعرك عامل ازاي عارفه تتعامل معاه ازاي اصل في حاجه كتير قوي يعني انا السؤال ده بيعصبني انا شخصيا يعني انت ليه ب1000 جنيه ليه ب10 حضرتك ما كل حاجه لها جودتها بيفرق طبعا حسب النوع وكده بيفرق من الشخصيه لشخصيه فاهمه ولا مش فاهمه طبيعه المواد اللي هي حطاها طبعا هتكلمينا دلوقتي على المواد ايه هي المواد الكويسه مش الكويسه الكلام ده كله اشرحي لنا بقى دلوقتي ايه المواد اللي انت شايفاها ان هي تبقى كويسه. انا دلوقتي شغاله بنوع اسمه هير ستايل ده جميل ملوش لازمه بقى اي حاجه قبل كده هير ستايل غطى خلاص. طب بيفرق طبعا من نوع شعر لنوع أيوة شعر تاني. ايوه طبعا دلوقتي هي اتكلمت عن هير ستايل فهي هتقول دلوقتي ايه المكونات اللي في هير ستايل مخلياه هو الافضل. هو نسبه الزيت فيه عاليه احماض امينيه بيحافظ على ترابط الشعر بيحافظ على ملمس الشعرايه وبيديها لمعه كويسه وفي نفس الوقت مفيش سقوط مفيش شعرايه متكسره ده كله بيظبطه. ده برضو بيفرق يا جماعه في انك في السعر حضرتك انا بديكي جوده طب تمام انت رحتي عملتي وحصل لك تساقط اصل البروتين لا مش البروتين حضرتك بصي الميك اب رحتي استرخصتي وعملت حاجه وحشه لا يبقى في الميك اب مش في حضرتك. البروتين رحتي استرخصتي وعملتي حاجه وحشه لا في البروتين مش في حضرتك خالص بيكون لا. طبعا يفرق في النوع نوع رديء مثلا او نوع كويس فطبعا ده بيأثر. بصي يا استاذه احنا عندنا في مجال التجميل ايه الفرق ما بين البروتين الكويس والبروتين الكذا هل ده في مواد بيور ولا مواد كيميكال؟ مواد الكيميكال اللي هي بيبقى فيها فورمالين وده اللي بيعمل تساقط دي بقى اللي بتؤدي للتساقط ومش تساقط بس ده لا قدر الله بتعمل كانسر للي بيعمل واللي بيتعمل يعني انت دلوقتي انت ناصحه تمام كويسه وجبت اقل سعر بس لا قدر الله بتبوظي شعرك وكمان بتحملي مشاكل بدنيه كبيره جدا ليكي بعد كده مش انت معايا استاذ صابرين في الموضوع ده؟ طب انت دلوقتي بقى دلوقتي حضرتك لما بتيجي تقول للزبونه بتنصحيها بايه؟ انا بعد ما بعمل البروتين بنصح الزبونه اللي هي لازم تمشي على مجموعه العنايه تستهمل بشعرها لازم مجموعه العنايه بعد البروتين عشان تحافظ على الشعرايه وعلى تروتها عشان ما تجيش بعد كده تقول لي تغسل شعرها باي ماده تاني هي كده برضو بتعرض شعرها للتهالك وبتضيعه من تاني تمام. فانا بنصحها ان هي لازم تمشي على مجموعه العنايه ان كان الشامبو حمام الكريم السيروم
يكون خاص بمادة البروتين. طب لما بتجيلك عروسة بتنصحيها انها تعمل ايه قبل جلسة البروتين؟ طبعا بشوف شعرها الاول، شعرها ده محتاج ايه اللي هيتعمل، ان كان في تساقط مفهوش تساقط، شعرها بيور طبيعي لسه اول مرة تعرضه، شعرها كان مسبوق في تهالك، بتعامل مع على حسب الشعر اللي قدامي. بقولها مثلا انت شعرك لو في تساقط بقولها لا لازم تعملي له علاج الاول، يعني لو عندها تساقط بتنصحيها انها تعمل ايه قبل ما تعمل نعمل لها كورس علاج وكده، نبدا لها في شعرك كورس علاج وبعدين نعمل لها بروتين. بس هي ماده البروتين بتاعه الهير ستايل اللي بنشتغل بيها الحمد لله يعني ملهاش اي اضرار على نسب التساقط ولا اي حاجه في الشعر. يا استاذه همت بقى لما تجيلك عروسه بتنصحيها بايه؟ تنصحيها انها ما تتجوزش اساسا؟ ده اول نصيحه انت حضرتك بتنصحيها يا بنتي، الجواز ده مشكله بلاش تتجوزي اساسا. يعني دلوقتي السؤال ده لحضرتك كليها، دلوقتي احنا عندنا يا جماعه حاجه اسمها فوبيا الصبغه. يعني ايه فوبيا الصبغه؟ وده انا لمسته جدا في الناس، عايز تصبغ كل شهر شهر. حضرتك رأي علي علاء ولي الدين هو كله ضرب ضرب كده ما فيش تيمه، بيصبغوا كتير قوي لدرجه ان شعرهم بينشف وبيبيض ده يا ريت على قد النشفان بس ده بيعمل بص السحبه بيتحرق السحبه نفسه السحب بتاع اللون بيعمل تساقط جدا. انت دلوقتي عشان تصبغي وتعملي بروتين، ايه هي الطريقه اللي تعملي فيها صبغه بس في نفس الوقت ما يحصلش ايه، ما يحصلش تساقط؟ انا بشوف الشعر في الاول لو محتاج، لو هي عايزه لون معين عايزه تعمله فقبلها مثلا حوالي اسبوع بعمل لها سحب لون عشان ما احملش على الشعر. كمان احنا لما بسحب لون بسحب اقل درجه في الاكسجين عشان ما اعرضش الشعر للتهالك. تمام، يعني هو المشكله كلها في في, في نسبه الاكسجين. طبعا ده برضو حاجه لازم الناس تفهمها. انت دلوقتي يعني ايه متخصصه ومتخصصه قويه عندها 1 2 3 4 بتعرف تتعامل معاهم ازاي؟ يعني الاكسجين تعرف تتعامل معاه، الصبغه تعرف تتعامل معاه، امتى تقلل ده وامتى تزود ده، الشعر طبيعه الشعر عامل ايه؟ دنيته عامله ازاي؟ بتفرق طبعا كل الحاجات دي من شعر لشعر، شعر جاف مثلا او متخصصه وده اللي بيفرق ما بين متخصصه محترفه بتاخد ال 1000 جنيه او ال 300 400 جنيه وما بين اللي جايبه لك حاطه حاجات مع بعض. انا حصل موقف، انا كنت في شركه من ايام، ففي مشكله كمان في متخصصات يا جماعه، اي واحده مسكت مكوه بقت متخصصه مش فاهم ازاي، ده في كل بيت متخصصه متخصصه في كل بيت مش كوافيره كل بيت لا 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 مشكله دلوقتي ان كل واحده مسكت مكوه بقت متخصصه. لا هو الموضوع مش مكوه يا جماعه، الموضوع زي ما احنا شرحنا كده طبيعه انك تنافي الماده الكويسه من الماده الوحشه، والحمد لله احنا في كوافيره لحد بيتك جايبين الماده كويسه ومتخصصه كويس. اقل متخصصه معانا يعني استاذه صابرين بقالك في في المهنه قد ايه؟ لا بقالي فتره كبيره قوي يعني سنين ما شاء الله. عايشه بقالي كتير عايشه بقالي كتير استاذه همت 6 كم؟ 6 سنين. وبرغم ان استاذه همت 6 سنين ولا اقسم ودي امانه احاسب عليها يوم القيامه، ما فيش اوردر بتروح ومدام همت الا لما بتشكر فيها الزبونه وبتعمل اعلى نتيجه. انا طلعت معاكم فاصل دلوقتي عشان اوريكم يا جماعه اسوأ انواع الشعوب، عشان كده لازم دايما تنقوا الحد المتخصص الكويس، مش ان انا اروح لاي حد وخلاص، يعني تكون حد طبعا ناس مجرباه او معروف ان ده حد شغله كويس عشان تضمنوا النتيجه. كل اللي عليك هتتصلي على التليفون الموجود على الشاشه وهتبقي معانا في كوافيرك لحد بيتك. طب عايزينكم تكلمونا شويه عن مبادره كوافيرك لحد بيتك. استاذه همت كلميني دلوقتي، انت لما روحتي اوردرات يعني ايه الانطباع اللي انت شفتيه؟ يعني كان في خطر؟ كان لا لا لا. الزبونه كان نظامها ايه؟ الدنيا ايه؟ كل الكلام ده ايه نظامه؟ هي بص في الاول بتبقى هي هايبه الموضوع هي بص ما علينا بغض النظر هي بص هي بتبقى هايبه الموضوع واحنا كمان بنبقى هايبين الموضوع، بس في الاول وفي الاخر بناخد على بعض، بيبقى في بينا لينك كده وخلاص بتتم على خير. يعني احنا بنقول كوافير لحد بيتك الموضوع سهل جدا، وحضرتك احنا بنغطي كل محافظات ومش كوافير لحد بيتك بس، الناس بتفهم ان انا هجيب لك كوافيره واوديها لبيتك، لا خالص ومش كده وبس، لا ده احنا بنعمل حاجه كمان اوبشن عالي قوي. انت حضرتك دلوقتي عايزه بيوتي سنتر قريب منك، لا اقول لك مثلا استاذه صابرين في اسيوط، حضرتك دلوقتي هتروحي استاذه صابرين انا واثق 100% ان هي بسم الله ما شاء الله اي حاجه هتعمليها عندك عندها هتبقى حاجه واو،
وحاجه في نفس الوقت استاذه صابرين او استاذه همت او كل عميل بيجي لنا هنا في البرنامج ما بيختارش غير الحاجه البيور، الحاجه اللي تفيدك، وفي نفس الوقت ولا هم عاملين هامش ربح عالي جدا ولا هم جايبين جوده قليله، في الوسط. وعشان كده زي ما قلت لحضرتك احنا كوافير لحد بيتك عاملينها، لان انا شفت بنفسي ناس انا صعب عليا شعر. انت الشعور اللي جاتلك قبل كده كان بيجيلك شعور عامله ازاي؟ انا كان بيجيلي شعر متهالك من الصبغات، في ناس كانت بتبقى فارده شعرها في اماكن تانية وبتبقى جايه شعرها ضيع خالص من ماده البروتين اللي بتكون عاملاها، بس الحمد لله يعني كل الناس اللي اتعاملت معاها واشتغلت لها يعني ما فيش اي شكاوى من المنتج، تمام الشغل يعني والشعر كان بيدي نتيجه كويسه خالص. وانت يا استاذه همت، استاذه همت يا جماعه بسم الله ما شاء الله عليها يعني دايسه في اي شعر بالبلدي كده، مفيش شعر جه الاستاذه همت الا شافته. طبات البروتين بيبقى فيه مثلا شامبوهات معينه او كريمات او حاجات عنايه معينه لازم يستعملوها، مش اي حاجه عاديه بقى؟ سؤال قوي جدا وحلو جدا، عشان في ناس كتير بيهمها الموضوع ده، لان ايه برضو ما عندنا مشكله برضو في الثقافه يا جماعه، في ناس بعد ما تعمل بروتين تجيب اي شامبو، ايوه تحط اي كريم بتستعمله تاني. احنا شعرنا يا جماعه اهم من الشغل، ظبط الشغل. انت حضرتك دلوقتي عملت شغل كويس وصرفتي كتير، جيتي مثلا على المنتجات العنايه، استخسروا النقطه دي بقى، استخسري منتجات العنايه. طيب ماشي استخسرتي، انا برضو دي برضو انا لاحظتها كتير، استخسرتي ورحت جبت منتج من بره، خلي عندك الشجاعه وتحملي، هتحملي غلطك. انا اللي اعرفه اللي يختار بيتحمل نتيجه اختياره. تيجي ليه بعد يوم ولا اتنين تقولي للمتخصصه اصل انا معلش اصل البروتين بتاعك باظ؟ وفي ناس بتبقى في قمه يعني مش عايزين نقول الفاظ بس بجد ملهاش علاقه بالاحترام نهائي، ان هي تروح تشتم او تعمل او تحصل كذا 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 كذا. انا اتفاجئت في مره ان في بيوتي سنتر قصر بيبقى في الاخر الغلط منها وهي اللي ما اهتمتش اصلا. لا حضرتك دلوقتي انت اهتميتي، لازم تهتمي. حضرتك الشامبو له شغل، الشامبو ده عشان ينظف فروه راسك، البلسم حمام الكريم عشان يديك الفيتامين اللي شعرك محتاجه. احنا شغلنا كبروتين حضرتك او كبروتين ان احنا بننضف لك فروه راسك، الفروه بتبقى عايزه فيتامين فاحنا بننضفها خالص عشان تستقبل الفيتامين. السيرم الشامبو الحمام البلسم وحمام الكريم، انت حضرتك دلوقتي لو دخلت اي تعملتش اي شاور، الشاور ده الميه وحشه جدا فوق ما تتخيلوا يا جماعه، الميه بتبوظ الغساله، الحديد بتاع الغساله انتوا متخيلين يعني حديد الغساله نفسه بيبوظ من الميه. اصل انا قلت للمتخصصه كده ضحكت، يا جماعه لا فعلا الميه اللي انتوا مستقلين بيها دي بتبوظ الدنيا فوق الوصف. فانت حضرتك لما تحط البلسم وحمام الكريم مع الشعر لا بيعمل شغل قوي جدا، لما تيجي تخرجي تعملي السيرم مثلا بيغلف الشعر من الاتربه والكلام ده كله. بعد كده بقى بتلاقي بسم الله ما شاء الله، هتلاقي في الفيديوهات احنا هنطلع فاصل بعد شويه، هتلاقي في الفيديوهات ان في ناس شعرها طلع من 5 ل 7 سم في اقل من شهر. نبت ايوه دي حاجه حلوه يا جماعه للناس اللي عايزه تطول شعرها. فاكرين الموضوع صعب جدا، في يا جماعه ناس كتير قوي في ناس شعرهم فعلا بيبقى مقصف فما بيطولش، ودكاتره عشان تعمل شعرها ينبت مثلا سنتي بتقعد 3 شهور، احنا في اقل من شهر هيطول من 5 7 سنتي. طبعا مع مدام همت ومع استاذه صابرين من الناس المتميزين اللي احنا بنفخر وبنتشرف ان ناس محترمه زي دي معانا وبنتعلم منهم على الجانب الشخصي طبعا قبل اي حاجه، وطبعا الاسايطه احسن ناس والشرقوه طبعا الكرم الكرم كله. بشكركم، ان شاء الله هناخد فاصل وهنرجع لكم عشان نثبت لكم حاجه مهمه جدا، مهما كانت شغلتك تمشي اسرع سر جمالك لو انت فعلا اول حاجه اتفرجت على برنامجنا، تاني حاجة مهتمة بسر جمالك. فاصل ونرجع لكم مع جزار ستايل.
ورجعنا لكم بعد الفاصل عشان زي ما احنا قلنا سر جمالك انت مهما اي شغلانه انت شغلاها في الدنيا عمرها ما هتاثر على سر جمالك لو انت مهتمه بنفسك. معانا النهارده الاستاذه آلاء ياسين، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بيك. حابين المشاهدين تعرفيهم على نفسك وتعرفيهم على طبيعه شغلك. انا اسمي آلاء ياسين من جزاره من الشرقيه، عندي 25 سنه، دخلت المهنه دي من 4 سنين. دخلتها عن طريق السوشيال ميديا وكده، بسوق الاول وبعدين ابتديت ان انا انزل المحل واشتغل بايدي. حاجه مهمه يا جماعه، الموضوع ده حلو جدا، ده انا منصح بيه اي حد. انا احنا ما خدت تسويق قال لك دايما فكر بره الصندوق. يعني ايه؟ يعني مش معنى انه جزار، احنا كل تخيلاتنا عن الجزاره العنتبلي وصوته والكلام ده كله ما لهوش علاقه خالص. مفيش اي حاجه تمنع الست المصريه ان هي تعمل، يا بسم الله ما شاء الله، اي حاجه تقدر تعملها وتقدر تعملها بطريقه حرفيه قويه جدا. استاذه علاء خدت المهنه وعملت لها زي نظام ابديت. ايه الابديت ده؟ ان هي قدرت تحول الموضوع من موضوع انت بتروح للجزار الى انك تقدري تظبطي الحاجات على السوشيال ميديا، طبعا بتشتغلي نظام التوصيل والكلام ده كله. تمام؟ موضوع ان حضرتك بسم الله ما شاء الله حد جميل وحد جزار، ده اكيد دخل في مواضيع كتير قوي. مين اللي ساهم معاكي في او شجعك على انك تاخدي الخطوه دي؟ وايه يعني عايزين نعرف الناس يعني ايه الحاجات اللي انت عملتيها او اتحديتيها عشان تبقي الكلام ده كله؟ هو انا اول كلام اتحديت الناس اللي كانوا يقولوا لا مش هتنجحي، لا ايه ده بتعملي جزاره وبتعملي على السوشيال ميديا، كانوا بيتريقوا. ده كان اول تحدي ان انا اثبت نفسي ان انا هنجح وانتوا هتقلدوني. اول حاجه دايما بقولها لاي حد، حط طموحك، حط هدفك، حط انت عايز ايه، ما تسمعش كام حد خالص. ما بقاش فيه الحد اللي ينصحك عشان عايزك احسن منه غير ابوك. وان مات محدش هينصحك ولا حد هيقول لك حاجه صح. بالعكس، ده الناس ما بقتش تحب حد يبقى احسن منها. فانا اللي خلاني اجيب استاذه آلاء بسم الله ما شاء الله ان شغلها قوي جدا، وانا ما صدقتش ان في جزاره بسم الله ما شاء الله كده. ومش موضوع بس الشكل، لا، هي بسم الله ما شاء الله عندها قوه وطموح ان هي توصل لهدفها. هو ده اللي انا بحبه في الست القويه. يا جماعه النجاح مجرد صبر، انت تبقى محدد هدفك عايز تعمل ايه وانك تصبر عليه على قد ما تقدر وتحدى كل الناس انك توصل للهدف ده ايا كان. وفي الاخر وفي الاول وفي الاخر هيسقفوا لك لما، واكيد هو ده اللي حصل. لما تنجح هتلاقيهم بيسقفوا. شوف سحر، ايه يا باشا، ايه يا حضرتك، ما شاء الله إيه؟ بسم الله ما شاء الله. آلاء جايبه حته لحمه عرق فليتو، اللحمه بتاعتهم ممتازه جدا يا جماعه، مش عايزه اقول لكم مش ممكن، طعمها رهيب. اول مره اعملها وتطلع ما شاء الله ما تاخدش سوى كمان اقل من 10 دقائق. ناس كتير قالوا لي مش مصدقين، فانا هوريكم يا جماعه الموضوع دلوقتي، ان هيظهر على الشاشه دلوقتي فيديو الاستاذه آلاء وهي بتذبح. ان شاء الله هتشوفوه معانا دلوقتي. بسم الله ما شاء الله عليها، ربنا يزيدها يا رب. الفيديو هيظهر قدامكم دلوقتي واحنا بنتكلم. لا وكمان حاجتها ما شاء الله ممتازه، يعني اما دخلت علينا اول ما دخلنا الاستوديو واحنا بره شكلها احنا ما عرفناش الجزاره، معقول دي الجزاره؟ فما شاء الله كيوت جدا، يعني ما دخلتش هتمسك المستحد وتمسك بقى وتشتغل. أيوة ما شاء الله. اشرحي لنا بقى كل حاجه الفيديو. ديت لوحه، دي منطقه عندنا في اللحم اسمها اللوحه. تمام. بشفتها وبتتقطع عشان تتباع يعني. تمام. هو ده اللي بنتكلم فيه. استاذ سحر بقى هتورينا بقى واحنا بنختم كده ايه هي الحاجات اللي انت حضرتك عملتيها وظبطتيها عشان نوري. بسم الله ما شاء الله الاستاذ ده صح، الشيف سحر عملت لنا شغل جامد جدا يعني. شطب الفينش بقى، ورينا بقى ورا الحاجات. عامله لنا جايبه عرق فليتو حلو جدا. اللحمه البلدي يا جماعه تحفه، الشرقيه طبعا بجد ما شاء الله. لو عايز تاكل لحمه ما شاء الله، اللحمه بتاعتها حلوه جدا استاذه آلاء، وارقامها
والتواصل معاها والعنوان موجود بجد. انا بقول لكم تحفه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله شغلها تحفه. وطبعا القعده مع استاذه علاء تشبيعش منها هي وشيب سحر، بس هنضطر ان الوقت سرقنا، وان شاء الله انتظرونا مع حلقات قويه جدا زي ما النهارده عرفتي شعرك وبشرتك واكلك. كل مره هتلاقي جديد عندنا. خلص الكلام، سلام.